بابا الهادي سمعت لك حوار مع الهادي عجبني، تقول الفن ما عندوش عمر والفن تجارب ونقعد ديما نجرب. بطبيعة الحال جمعة هذه أو جمعة اللي فاتت حسين الفضلاوي تونسي عمر 71 سنة كان أبهر لجنة التحكيم في The Voice. شفته ولا؟ شفت بالتونسي نتاعو بالهنك نتاعنا هذيك انا فاتتني ما جاتنيش الفكره فيها. بالضبط. مستعد انت تخوض تجربه ذا فويس توا؟ علاش لا؟ وعندي في الشكاره مانيش بدي فهمتي خيرات ربي. باه حلو برشا، هات نكملوها اللعبه هذه في الفرضان. اتفقنا توا بابا الهادي مستعد يخوض تجربه ذا فويس سينيور. ناخذوا لجنه تحكيم بارازا. اللجنه هذه فيها صابر باعي، فيها جورج مثلا، فيها إليسا ونانسي، والأربعة اختاروك انت، شكون تختار تكمل معاه في هذوما الأربعة؟ شنو هذه تشانشينا ولا لا؟ انت باش تختار، هو البرانسيب هكا، خاطر البرانسيب نتاعهم كي تنجح تمشي مع واحد يكمل معاك، واحد من الأربعة هذوما تختار تكمل معاه. تكمل معاه هو يقترح عليك. اختار نتاعي انا ولد بلدي. صابر. اختار صابر. باه مهم برشا اللي قلتوا، على خاطر برشا يقول لك لا وسي بون وانا عملت كارييري وعملت نجاحاتي وغيره. مهم كون الفنان يبقى ديما قلبه حي، قلبه ديما شباب ويحب ينجح ويوصل اكثر.